بس الشغلات اللي احنا بنعملها. انت عارفة الناس في المدارس بتعمل فراشيل على صاج اظن بيعملوا. الناس اللي هان بعطين انبوبة الغاز وحاطين هنا فحم وعاملين كده صاج وطنجرة الكهرباء فاتحينها من فوق زي هذه الفكرة بالظبط. شوفت على الانترنت الله يفرج علينا. تحمر على فكرة تحطي هنا تحمر مش شايف بدها خيط او بدها حبل. واحد طويل يطلع على كرسي.